علي مالك؟ الزفت القطران الهبات. عباس ماله؟ ساب ازازة القطار مفتوحة. ما زعلش روحك. ما زعلش روح ازاي؟ ده دار نصها في الهوا. ولا يهمك. ولا يهمني ازاي؟ اخصم 50 قرش عليك. حرام عليك. 50 قرش. بقول لك ايه، شغل عقلك معايا. هو الاتير اللي طار ده تمنه كام؟ 140 قرش علينا. لا مش تجاري علينا، عالزبون. 240 قرش. طيب افهم بقى ورستق دماغك معايا. 20% اخصم منه 2 جنيه، ايه رأيك؟ برافو عليك. انا خدتها حكمة من ابويا، قال لي يا كوهين افهم واعقل وحطها حلقة في ودنك، فور دم اللي قدامك من غير ما دمك انت يفور، هو كده دم اسلافه اللي هيفور. وكام ورث بقى عم عباس حلمي دي؟ 80,000 جنيه. يا ابو العباس، 80,000 جنيه على دماغك يا عباس. 80,000 كبة على دماغك يا عباس. وعليك وعليك وعليا. وانا بقى قبل ما يوصل له الخبر بعت له تلغراف وقلت له تعالى. بتغني على ايه يا عيوني؟ بغني على ايه؟ معقولة عباس يسيبنا وفي جيبه 80,000 جنيه؟ ايوة يا مرقص، بس ازاي؟ الطريقة؟ الطريقة سهلة، احنا ندور عليه ونجيبه ونقعده معانا ونشغله ونربطه ونحزمه. حيلكوا حيلكوا حيلكوا، ايه نربطه نحزمه نكتفه نرقصه؟ هنشتغل حرامية منصر؟ استنى بس انت يا ابو علي، اصبر. اسكت يا ابو علي، خلينا نشوف شغلنا. انا بقول ان واد زي عباس ده متربي في المحل ومتودك وعارف الشغل كويس. عباس تربيت الحواري متربي؟ ايوة، في لوكسمبورغ في السربون. 80,000 جنيه. كمل يا مرقص. ده غير كده كمان بقى ان هو لسانه حلو وحافظ الشغل كله. سكر مقرر، عسل نح. ايوة نكتفه نحزمه. اسكت يا حسن، قلنا لك عايزين نشوف شغلنا. احنا بقى ايه، نكتبه عقد 10 سنين شغل معانا. يا نهار اسود، 10 سنين اشوفه قدام خلقتي؟ ده غير كده بقى احنا عاملين له مرتب 9 جنيه، نزود له المرتب بتاعه ل12 جنيه. لا قليل قوي، خليهم له 30 جنيه. 30 جنيه؟ ايوه 30 جنيه. ده غير كده كمان 10% من الارباح. لا انا لازم اطلب لكم مستشفى المجازيب تشيلكوا. ان ما كانش عاجبك اطلع منها. اطلع ليه؟ وانا كروديا؟ ايوه يا مرقص. دلوقتي يا سيدي في واحد يكون عنده 80,000 جنيه ويرضى يقعد تحت ايد سي حسن، ولا يستحمل غلاسه مرقص، ولا غتات الكوهين؟ يستحيل. خلاص احنا بقى نكتبه شرط جزائي ان في حالة اللي يسيب التاني قبل 10 سنين شغل يدفع شرط جزائي 20,000 جنيه. مرقص، انت مولود في انهي مديرية في الصعيد؟ مديرية اسيوط. عشان ايه؟ عشان ابعت ابني ياخد بعثة. يا حفيظ يا رب، ده طبع الشياطين والعياذ بالله. يا سيدي مش عايز تشتغل معانا، خليهولنا لوحدينا. لا ازاي، والمحبة والاخوة، احنا نروح سوا. يا حفيظ يا رب يا حفيظ، دي قلة ذمة. خليلك انت الذمة يا سيدي، نروح احنا لوحدينا، خليك بعيد. اخليني بعيد؟
انا يعني كنت بقول نزود التعويض لتلاتين الف. تلاتين الف ودي مش هتبقى مكشوفة برضك؟ القناعة حلوة يا ابو علي. انما استنوا هنا استنوا، هتعملوا كونترات معاه بعشر سنين وما هي تلاتين، وانتوا طاردينه طردة الكلاب. صحيح، الولا له حق الفار يلعب في عبه. لا فار ولا قطة، هاني هجيبه لحد هنا واقنعه ان هو يرجع الشغل تاني. بس النصاحة بقى، انا شد الحبل انتوا ترخرخوا، انا ارخي الحبل انتوا تشدوا، وبكده نبقى بنربطه بنهزمه ونكتفه. اهو كل يوم من ده كلمة واحدة بره يعني بره. انت شخص من الرعاع يا اخوانا. مش كده، عباس برضو ابن المحل، روح المحل. هما بيسألوا في روح المحل، دول طلعوا روح المحل. انكتم انت. انت شخص قليل الادب. بره 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 بره. خد يا عباس استنى ما تروحش بره. ايه عايز ايه تاني يا مرقص افندي؟ انسد انت. بقولك انت قليل الادب يا اخوانا. ما يصحش يا اخوانا، عباس برضو مهما كان عمود المحل، جدار المحل، روح المحل. لا، هما غرضهم مفيش جدار للمحل ولا عمود للمحل. خلي المحل كده يفضل من غير عمود، خليه يتربع فوق دماغكو. انا مش قلتلك انسد انت؟ انسدينا. برا 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 برا. انا هنا شريك مش شرابة خرب. وانا كمان شريك مش طرطور. انا بصريح العبارة مقدرش اتمن حد على مصالحي غير عباس. وانا بالعرب الفصيح وبالانجليز الفصيح وبالترك الفصيح مش عاوز اشوف خلقته. خلاص يبقى نفض الشركة اللي ما بيننا، وزي ما دخلنا بالمعروف تخرجوا بالمعروف. خلاص نصفي الشركة وادوني حقي. اتفقنا. مع السلامة. مع السلامة. انت يا وادي عباس، تعال يا عباس. ايوه، عايز ايه تاني يا مرقص افندي؟ انت كده بقى هتشتغل معايا. انا فين؟ انا هفتح شركة جديدة في قبلي. وانا؟ انت برضو في قبلي. احسن احسن، بلاش قرف، اخلص منهم. بس على شرط واحد. اشرط اشرط زي ما انت عاوز. انت اللي تدير المحل بنفسك شخصيا. اديره بعناية، اديره برقبتي. يا سلام، اصيل اصيل يا مرقص افندي. انت ايه حكايتك بالظبط؟ واحد نطرده احنا تفتح له انت صدرك؟ يعني انتوا لا ترحموا ولا تسيبوا رحمة ربنا تنزل؟ واحد انتوا طردتوه، انا خدته شغلته، انتوا تدوله 9 جنيه في الشهر، اني هديله 12 جنيه. الله يبل ريقك، الله يكبر بخاطرك. اصيل اصيل يا مرقص افندي. لا مش اصول يا مرقص افندي، هو مش جايبك عشان سواد عيونك، هو عارف ان انت روح المحل، عمود المحل. يا السلام، ولما انتوا عارفين كده من بدري عاملين عبط ليه؟ يلا يلا بينا يا مرقص يا اخويا. محدش خارج من هنا. اه